لغايه دلوقتي وانا حزين وانا بقول الكلام ده. لعبنا اهو كام جوله؟ اربعه. لعبنا اربع جولات، الزمالك ما كسبش ماتش، هيصعد ازاي؟ الزمالك فرط من بدايه المجموعه، من اول ماتش بيترو اتلتيكو، الزمالك كان خسران 2-0 وراح داخل وتعادل في الشوط الثاني، والفرقه شيكابالا نزل انا فاكر واوباما وعملوا شوط كويس اتعادلوا، وقلنا بقى هنروح نكسب ساجرادا، لو ما كسبناش ساجرادا مشكله، وفعلا ما كسبناش ساجرادا، تعادلنا 0-0 وكانت في مشكله، وبعدين الزمالك اتغلب من الوداد هناك في المغرب 3-1، واتغلب امبارح 1-0، برضو الزمالك كان سيء جدا امبارح. وانا قلت قبل الماتش، عشان برضو تفتكروا انا قلت ايه الاسبوع اللي فات، قلت قبل الماتش ايه؟ يا جماعه انا سعيد جدا ان اداره الزمالك جابت فيريرا وتعاقدت مع فيريرا، مدرب كبير وكل حاجه، بس اللي يدير الماتش بتاع الوداد كابتن اسامه نبيه مش فيريرا. اللي يدير الماتش يعني فيريرا كان يقعد باشا كده في المدرجات في المقصوره يتابع المباراه ويتفرج، ان دي كانت مباراه مصيريه لنادي الزمالك. الزمالك لازم يكسب الوداد، كان لازم يعني من الزمالك ما ينفعش يفقد اي نقطه في اي مباراه من الثلاثه، فكان الزمالك لازم يكسب الوداد. فيريرا مدرب عالمي ومدرب ما حصلش، بس مش عارف لعيبه الزمالك، حتى لو بيتفرج على فيديو، حتى لو حد بيقول له، عمره ما هيتعرف على امكانيات لعيبه الزمالك، مش هيعرف احمد سيد زيزو بيلعب فين وازاي.